واصلت الأمنة العامة لمجلس النواب استقبال أعضاء المجلس للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقد أتاحت الأمنة العامة لمجلس النواب نماذج تزكيات أعضاء مجلس النواب للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلا لنص المادة 142 من الدستور، والتي تقضي بأن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب. والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنظم إجراءات ذلك. خطة التنمية ولازم تكتمل، عدينا منها كتير واللي باقي هو جني الثمار، فاحنا في مرحلة اللي احنا مقبلين عليها متفائلين كل الخير بقيادة سياسية حكيمة وإدارة دولة قوية، ان احنا ان شاء الله نبدأ نجني ثمار كل التعب وكل التحديات اللي شفناها الفترات اللي فاتت. دعمنا للسيد الرئيس هو دعم لدولة 30 يونيو، هو دعم للجمهورية الجديدة، هو أيضا دعم للدولة المصرية ومؤسستها لمجابهة التحديات المختلفة والمتنوعة، سواء كانت على المستوى الاقتصادي أو أيضا كمان على مستوى يعني الأمن القومي المصري، ودعمه بشكل متكامل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل فعلا من ساعة ما تولى رئاسة الدولة المصرية، رجل شغال بالليل وبالنهار، رجل بيعمل بنية تحتية حقيقية للدولة المصرية، وده اللي احنا بنطالب بيه بقالنا أكتر من 50 سنة، إن احنا عايزين بنية حقيقية حقيقية تساعد المواطن المصري وتظهر الدولة المصرية بمظهر كويس.